أستعرض مع حضراتكم أهم ما ورد في بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الخاص بوقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية أعلنت حكومة الوفاق النهاردة وقف إطلاق النار في كامل الأراضي الليبية وقف إطلاق النار الفعلي بيقتضي أن تصبح تحديدا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية في سرت والجفرة طبعا الجانبين هنا بنتكلم عن طرابلس حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي الإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وجوب استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية إيداع الإيرادات بحساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي من الدولة لا يتم تصرف الإيرادات إلا بعد توصل لترتيبات سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين والحقيقه انه طبعا احنا يعني بنقاشنا وقراءتنا من قبل في مخرجات المبادره مبادره القاهره هي متطابقه بشكل كبير جدا مع مخرجات مؤتمر برلين. الدعوه لانتخابات رئاسيه وبرلمانيه خلال شهر مارس المقبل وفق قاعده دستوريه مناسبه ودي يمكن من ابرز واهم البنود بعد وقف اطلاق النار وهي الدعوه لانتخابات رئاسيه وبرلمانيه في الدوله الليبيه وهذه يعني تشير الى اراده سياسيه حقيقيه. الحقيقه انه برضه اصدر مجلس النواب الليبي بيان اخر تعليقا على قرار حكومه الوفاق الليبي بوقف اطلاق النار. خلوني استعرض مع حضراتكم ابرز ما جاء في بيان مجلس النواب الليبي. الحقيقه انه اكد مجلس النواب الليبي النهارده سعيه الى طي صفحه الصراع والاقتتال. السعي لبناء الدولة عبر عملية انتخابيه عقب الاعلان عن وقف لإطلاق النار البيان الموقع من رئيس المجلس عقيله صالح اكد السعي الى مصالحه وطنيه شامله وصف رئيس مجلس النواب الليبي المصالحه بانها اساس بناء الوطن وضمان استقراره دعا عقيله صالح رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به لوقف اطلاق النار نظرا لتردي الخدمات والوضع الاقتصاديه استئناف انتاج النفط وتجميد ايراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي عدم التصرف في الايرادات الى بعد التوصل الى تسويه سياسيه ضروره تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياده الوطنيه الكامله وقف اطلاق النار يقطع الطريق على اي تدخلات عسكريه وينتهي باخراج المرتزقه بعد النقاط طبعا زي ما حضراتكم تابعتم متشابهه بشكل كبير في البيانين ولكن الجدير بالذكر ونقطه هامه جدا ان هما بيانين منفصلين بيان من المجلس الرئاسي حكومه الوفاق وبيان بعد ذلك خرج من مجلس النواب الليبي.